الأشياء المهمة اللي تركزون عليها يعني أتصور يعني أكثر يجيبها يعني أسماء الإنزيمات. translocase إنزيم شنو وظيفته؟ نقل النام مع الـ pentaglycyl chain اللي مرتبط بها إلى داخل الممبران، تمام. وظيفته الكارير ليبيد هو وظيفته هولدر حتى لا يتخربط الترتيب ماتي مع الـ NAM والـ sorry مع الـ 5 peptides مرتبط بها. بعد ايش عندنا الترانس جلايكوسيديز انزيم، هو مسؤول عن الترانس جلايكوسيديشن يعني مسؤول عن الكروس لينكينج، تمام. فهي هذني اهم شيء الانزيمات تحفظون. ها عندكم مثلا الراسيميز انزيم، ترانس لوكيز انزيم، ترانس جلايكوسيديز انزيم، ذني اهم ما هو موجود يعني بهن ذني. شرحت لكم حتى تكون واضحه عليكم الصوره وجدي يصير ما يصير. ها عندكم بقى شنو بعض مثلا فانكومايسين شنو شغله شلون يشتغل، يسوي الانهبيشن اللي منه ترانس جلايكوسيديشن، هاي العمليه من انتقال هذا الكومبلكس الى الكروس لينكينج، مرحله الكروس لينكينج. عندي البكتراسين راح يسوي انهبيشن للكارير ليبيد، تمام، ما راح يرتبط بها، ما راح يكون عندي هولدر للان اي ام مع البنتابيبتايد تشين. مثلا بعد عندي مثلا سايكلوسيرين راح يسوي انهبيشن للعمليه تحويل دي ال ان الى ال ان الى دي ال ان، راح يسوي انهبيشن بقوس للراسميز انزيم يعني، فتمام. فيمشي بس تفتهمون السالفه حتى يعني تعرفون انه شلون يشتغلون هذني الثلاث ادويه مالتنا اللي راح نشرح عليهم، تمام.